في حصة وكل شيء ممكن. تحرقوش عبد الله فقد وليده، مش عندك شفيع. وكل شيء ممكن. من منا لا يتذكر هذا البرنامج الذي ساهم في لم شمل العديد من الأسر وبعث الأمل في نفوس من فرقتهم الأقدار؟ فكرة هذا البرنامج لا تزال قائمة لحد الآن. نعم، هنا في جمعية الرجاء بولاية تيارت مجهودات كبيرة يقوم بها أعضاء هذه الجمعية التي تخصصت في مساعدة الأطفال مجهولي النسب في إيجاد عائلاتهم، وكذا الآباء في العثور على أبنائهم. فكيف كانت بداية هذا المشروع؟ كنا فكرة نتاع الجمعية هذه زمان، كنت أنا كانت عندي مقهى في وسط المدينة في تيارت، وين كنت أنا مبكر صباح للمقهى تما كان نلقى واحد الولد يبات في الشارع، يبات في واحد الكيوسك ويجي لعندي صباح يشرب قهوة كذا منها يوميا. دخلت ويخدم تماك في المقهى، سموه محمد أمين الولد هذاك، وين سقسيتو حكى لي القصة نتاعو، قال باللي أنا في المسعف وكنت كذا وولد لاسيستونس كما يقول هو. دخلت ويخدم معايا فما في المقهى. بعد خممت تنا لي ما لا باش نحوسوا على اهله ما داموا غير من المنطقه من لا ريجيون تاعنا، منا بدينا نحوسوا ابري لي زير دو طرافاي نديه معايا نروح ندور وين سخرنا رب العالمين ولقينا الاهل تاعو. جات هذه الفكره، لقيتها فكره مليحه، وزيد فتنا في حست وكل شيء ممكن مع رياض الله يرحمه. من تمك خممنا مع جماعه كنا مجمعين، قلنا علاش ما نديروهاش جمعيه ونخدموا في اطار القانوني. هي 20 سنه في الوجود، كاين الطفله المسعفه اللي تلقى الولد بالاسم الام والاب مجهول، وكاين لا اللي كان ضحيه تاع مانيش عارف، ظاهره احنا ما نتهموا حتى جهه، ظاهره تاع اختطاف، ظاهره تاع التخلي تاع الوالدين، ظاهره تاع الاهمال العائلي، بزاف العوامل اللي انا بالتحديد ثلاثه بهذا اللي ان شاء الله راح نديروه يوم السبت هو 43 لقاء. من كل تلك القصص اشتراك أغلبها في قصة واحدة، نفس السيناريو يتكرر، ازدياد الطفل في المستشفى، إبلاغ عائلته بوفاته، والامتناع عن تقديم الجثة بحجة تكفل المستشفى بالدفن. هي تاع الاختطاف شوفي كانت من 87 حتى 92 كانت ظاهرة حالة يرثى لها، والأطفال المسعفين هذه حديثي ولا حرج، ظاهرة كثرت بزاف خاصة في التسعينات. ثاني كانوا فاني ذاك الظاهرة درنا فيها قبل 10 لقاءات، درناهم في ليزاني 97 من 2000 حتى 2002. ارتأينا في هذا الموضوع أن نستمع لسرد هذه الحالات من المعنيين ذاتهم، وكانت البداية مع فريد. مثلا وقعت لي عملية اختطاف، جات مرزيد بيا بقضية تاع سي زمير في 75، خطفوني عليها، حرموا الجرم، راك عارفة تاع بكري كانت الدنيا عروش، ناس متدابزة مثلو على قطعة أر ولا على بيعة تاع زويل ولا ركبت دركني ولا دركني، المهم قالوا ننتقموا منو شنو نديروا، حنا نخطفوا هذا الطفل. ومشكل الطفل هذا مثل نهضر لك عليه شنو اللي داوني، جابوني للسبيطار تاع تيرت، ومن بعد فت على لاداس، لاداس هما اللي داروا لي اسم. بعد انا امام ربي على ولا في عمري واحد الحاجه تاع 6 سنين، انا السيد اللي ربيني الله يرحمه هو اللي خبرني سنه 1981، قال بلي انت راك انا مربي نخبر. رحله البحث عن عائله فريد كانت متعبه وطويله، لكن المهمة نجحت واللقاء تم. الحوس وجاب ربي الخير، تلاقيت انا والعائلة، انا وامها الحقانية، ابويا الحقاني، خاوتي، لا هي نهار يخبروها، هي كي ناط الصباح قالت لهم جيبوا لي هذاك الطفل على اساس باش نرضوا. قالوا لها ودي بلي ولدك مات، شغل قضية تاع ثقة وكونفيونس، تاع قبل بلي الطفل مات الدولة هي اللي هي اللي صافي معنا واش الدفن تاعو بحال قال بلي الناس. حالة نفسية صعبة عاشها فريد ولا يزال يشرب من كأس المعاناة. الظروف التي مر بها تركت فيه جرحا لا يندمل. انا القيس اللي لحقت لي اليوم انا عندي 26 عام،
ناقص اللي سحقيتهم ما شفتهمش. تعيش عيشه تاع عذاب، تعيش عيشه سوداء، ما كاينش اللي يحن عليك، ما كاينش اللي يجبدك. الانسان اللي ربيك والله يبني لك شاطو، تبقى دائما انت في الذاكره تاعك باللي موش بويك الحقاني، مش موك الحقاني. النهار اللي يبينوا لك الصح تفتح لك الابواب، كانما هذيك الليله الاولى اللي زدت فيها، اما الشيء اللي فوتو غير كذب. اللي قال الحمد لله نحمد ربي الشكر. لا قبلوني، صبحت انا رئيس الدار، انا مولد، انا الكل بكم. نصيرة 43 عاما هي الأخرى اجتمعت بعائلتها بعد فراق طويل وحياة مليئة بالمشقة والعذاب. كنت متربية عند عالية محترمة في فرندا، ما كنتش نعرف المالية حتى ولا عندي في عمري 10 سنين. ما قلت لهم احنا مش مالك معزة عند هذا المرأة، كانت عزتني، كانت هي الأخت، هي الأم، هي صديقة، هي كلش. وكانت عزتني بزاف. نهار اللي لحقت 36 سنة توفات الله يرحمها، طردوني ولادها، خاوتي اللي هما خاوتي، على جال الميراث اللي كان عندها 5 سنين وانا في الشارع، من دار لدار، من دار لدار، من دار لدار. تغبنت، اتصلت بهذه الجمعية، وليت نحوس على الهوية تاعي، مع اللي عشت مغبونة. نهار اللي لقاهم لي حسيت هذا وراني بديت حياة جديدة. هما شا قالوا لي؟ قالوا لي احنا روحتي للسبيطار زيداتك امك، وقالوا لي كي من بعد قالوا توفيت، زعما انا توفيت. هما من بعد كانت هما دايما حاسه بيا بلي ما زلت حيه، دايما تقول بنتي ما زالت حيه. كيف تشفى جراح السنين وكيف تنطفئ نار الحرقة والشوق؟ خيرة وبعد انتظار طال أمده تلتقي بعائلتها، لكن فرحتها لم تكتمل. كي كبرت استروحي متربية عنده، قالوا لي كان عندك عام اللي ربيتني وما قراتنيش، كل حياة ديرتها. كي بديت نعرف عمي خالد نهرب من الدار ونجي عنده، استغفر الله. قلت له حوس لي، لا بغيت ربي لازم نصيب موبي. كنت قريب نتعوق ولا تصرى لي حاجة ولا هبلت كي شت، بس عن النظرة كي شتهم دخلوا علي نحوس على أمه ما بينتهم. تخيلي أنت ست أمه ميتة، ست أبوي ميت. درك مزيد حرقة في قلبي. الحمد لله عندي خاوتي مليح يبغوني، تمني تكون ست أمها برك، كنتها معوقة ولا فيها حاجة ما تغيظكش، المهم تشوفيها لولدتك. جمعية الرجاء لا تستقبل فقط من يبحث عن والديه، بل أيضا الأباء الذين يرغبون في العثور على أبنائهم ممن أخبروهم بوفاة الطفل عند الولادة لكنهم لم يتسلموا جثته، كقصة الحاج نعيمي الذي أوشك على دخوله عقده 8 ولا زال يبحث عن ابنه. عندي طفل زاد رمعت أمنيتي تعتير، نالي زاد طفل ادوه من عند مول وقت اللي زاد، بعد شوية حتى رجعت لها واحدة منهم قلت لها عندك ذراري؟ قلت لها عندي 6. قلت لي شاش على شحال عندك؟ قلت لها عندي 3. قعدت واحد فاني واحد نص ساعة ولا ورجعت لها فاني، قلت لها تفرها راه مات، قال احنا رانا ندفنوا ذراري اللي موتوا عندنا هنا في الماترنيتي. كي لحقوا 3 4 ندفنوا، حنا كي قطعوني لي قالوا لنا مات من بعد روك شفنا رانا نجبدوا لك وقت سيبوه موش ميت. حنا نتمنى يرجعوا معه على الاقل يتعرف مع خاوته واخواته. امو فاني ماشي مهنيه منه، راه دائما هي من بكري تقول لي ما ماشي من الوقت اللي خرجت من السبيطار. البحث عن شخص مفقود بمعلومات شحيحة أمر صعب للغاية،
لما في هذا الموضوع من حساسية وخطورة. يعني نخلي بعض المرات أننا نتجنب هذا الشيء وهذا التصريح هذا حفاظا على كرامة الطفل، على كرامة الأم البيولوجية للطفل، على التلاحم الاجتماعي الأسري. يعني نركز على هذه النقطة من هذا المنطلق، ما نقولش ننكر يعني بأن ما نعطيش المعلومات، وإنما نحافظ على السرية نتاع الطفل نتاع الأم هذه. ونحن بمقر جمعية الرجاء التقينا بجمال، شاب في 19 من عمره، قدم للبحث عن والديه وروى لنا قصته. حاطيني عباد تكفلين بيا كيفاه، وإنسان حطني في اسمه، مات هذا الإنسان. عاود لاني 2009 جاء خوه، كما نقولوك بلدق النخوة، كما نقول أنا عمي. 2009 داني رباني لاني حتى 2016 مال تاع قريب تولد حوزوني من الدهر. من 2016 وانا نبات برا حبس قاية كي حبسان بدورتها، نقعد نبيع، نخدم في السوق، نخدم في السوفير، نخدم في القهاوي، وميم طوم بيت برا خطات بيت نمشي. هوية غير معروفة ومستقبل مجهول، أكثر أمر يخيف جمال الذي ضاقت به الدنيا بما رحبت. وانا لي معقلت لي في كل شيء كواعطي، منا نتمنى يجعل ربي نحوس على أفنير ونحوس على كواعطي. حياتي ما عرفتها شو رايح رايح، أو نهار يضمن نهار، نهار يفوت كيما أخوه، ما كانش كيما نقولو جديد، كاش حاجة اللي تطلع لي المورال. توجور نقعد كي نحط راسي المخدة نغاروحي بيت في جاردة، مكان اللي خمم عليك، مكان اللي يشوفك، مكان اللي يحوس عليك، بيعرف اللي تعشيت لا ضربوك لا والو. وحيد مرفوض بلا منزل ولا عائلة، كم هي قاسية هذه الحياة حينما تجبرك على العيش في ظروف لا تقوى على تحمل صعوبتها. 2017 دات أكسيدون، تدخل سيب روحي وحدي. أنا من 2016 وأنا نعيش في هذه الظروف الصعبة، ما طولتش صاي، ما طولتش نعيش، أنا صاي. ثلاث مرات جيني في راسي سويسيدي، أنا نقول الله يعينك يا شيطان، شحال مرة وشحال عييت ما طقتش. وين نستحمل في هذه الدنيا، وين نستحمل، شي قتلي ما قدرتش. يعني حوس تعاونوني في جهة الله، نهار اللي تصب الثلج سبراهي شي على النار نتسخل وحدي، مش كيما ذيري، ما حسيتش بصغري في عمري 19، ما حسيتش بصغري والله، ما حسيت بصغري. يشوفوني نبيع نشري، يقول لك النافيكي هاك صوالح صدق علينا، ما تغيرك شريتك يزمك، انا ذاني راجل وانا ذاني نحس وانا ذاني نبغي نشري ونلبس كيفي كيف الغاسي. زيت سيزاغيان بيتها في السبيطار، بيتها معايا الفرملية، قلت لي راكي جبتي ولد وراه في السبيطة وراه في القرعة، والصباح نجيبوه لك. كي جا راجلي ليا كيرجع ليا وقلتلو الطفل كيفاه، قلت لهم مات، قال لي راهم قالوا لي مات. نهار ثلاث أيام جاني الطبيب اللي دار لي العملية، كي جا يسقسي فيا قال لي وتي البيبي تاعك وين، قلتلو أنا قالوا لي مات، قال لي تي عندك صحة جيدة، ولدك ما ماتش، ولدك راه حي. هاي ولا قعدت نسقسي، كي نسقسيهم هما يقولوا لي ما عندنا خبر، أصحاب السبيطار قالوا لي احنا ما شفناش ولدك، كل واحد يقول لي مش ولدك. اي الراجل الزوج تاعي يقول لي مات. قعدت على ذيك الهضره، كي خرجت من السبيطار يقعد لي طفل يمشي 6 اشهر في الكارني. خالتي خديجه اتبعت احساسها ولم يمنعها اي ظرف من مواصله البحث عن ابنها ل30 سنه. اني لا بغيت ربي يرجع لي غير ولدي،
هذه اللي نبكي عليها. لا بغيتو ربي يرجعوا لي ولدي. انا ولدي راني حوست عليه، مشيت في الليل مشيت في النهار، طبطبت البيبان ما خليت حتى بلاد عليه. انا يا ناقصه لي حاجه في حياتي 30 عام، ناقصه لي حاجه يا بنتي خيتي، انا 30 عام ناقصه لي حاجه من ولدي. لا يمكن لأي عبارات أن تصف ما تشعر به هذه الأم، ولا يمكن لأحد في هذه الدنيا مواساتها أو التخفيف من حزنها. فقلب الأم قلب وفي لا ينسى فلذة الكبد، ودموع الأم لا يمكن أن تجف شوقا وحنينا. لا غالب علي، ابكيت حوست حتى لحقت هنا سي خالد فضل الجمعية أوريلي ولدي، قال لي ولدك راح حي وكلش وخبرني. يوم اللقاء كان يوما فارقا في حياة خالتي خديجة. تنتظر هنا في مقر جمعية الرجاء لحظة الانطلاق لتحضن ابنها. الساعات الأخيرة وكأنها سنوات بالنسبة لها، وأخيرا ها هو أحمد يرتمي في أحضان والدته، مشهد لا يوصف بأي كلمات. ونطلب فضل الله تعالى اللي لقاني بوليدي اليوم في وسط الجمهور وفي وسط خاوته وفي وسط أهله، والحمد لله يا ربي. وفضل سي خالد اللي حوس لي عليه، سي خالد المفتاح اللي قال لي أحمد ميت ما نسمحلوش قدام الجمهور، ما نسمحلوش ما نسمحلوش. راح وجي راح نسكب على قلبي راه مغوتن. رابطة الأمومة والأبوة أكبر رابطة في الكون. فرق الأحبة لا يعوضه أي أحد، فالقلب ينبض من أجل الوالدين والدنيا تهون من أجل الأبناء.